سمو الأمير؟ نورهان وينها؟ اليوم الصبح طالعوها يا أمير. ولوين نقلوها؟ طالعوها برات القصر يا أمير، وما حدا بيعرف وينها. شو هاد اللي عم تحكي؟ ومين اللي طالعها؟ سلطانة هيام أمرت بهالشي. الله يخليكي اسمعيني، اصحك تفتحي تمك بأي كلمة. انتي تجاوزتي حدودك كتير يا مريم. شو صاير يا سلطانة؟ ليش طردتي نورهان؟ يعني انت ما بتعرف شو عامل؟ محمد والله ما دخلني. ما كنت متوقع منك تساوي هيك شي. خيبت أملي فيك يا محمد. أنا ما عدت ولد صغير لتتحكم فيني. أنا قلت لك من الأول ما بصير تغلط. ليش من البداية ما أجيت لعندي؟ كنت حليت لك الموضوع. بس أنتوا الاثنين فضلتوا أنكم تشتغلوا من ورا ظهري. طيب ونورهان هلأ وينها؟ منيحة لا تقلق. بس من هلأ ورايح ممنوع أنك تشوفها أبدا. الولد ونزل. شو اللي خلاكي تقلعيها؟ فهميني. شو اللي لازم ساوي؟ وإذا حاسس حالك صرت زلمة تصرف على هالأساس. وتحمل النتائج يا محمد. النقاش انتهى. سلطانة، أنا حبيت أحمي مستقبل أخي. بالأول أنت فكري كيف تحمي حالك يا مريم. أنت وأخوكي لازم تتعلموا ما تعملوا أي شيء من ورا ظهري. روحي على أوضتك. محمد اطلعي لبرا مريم، تركيني لحالي. بحلف لك انه مو انا اللي قلت لها. ليش يعني شو الفرق؟ يلي صار كله بسببك. لو ما دخلت السلطانة ما كانت عرفت. لأنت كان فيك تخبي. مو شغلتك محمد. اسكتي بقى، انا مو قادران اسمع اي شيء منك. مولاي، إجا القاضي أبو سعود أفندي. دخلوا. مولاي السلطان، أهلا وسهلا يا أبو سعود، تفضل أقعد جنبي. حضرتك ما عطيته لمولاي السلطان سجل المباحثات مع السفير؟ بلا يا سلطان، وأراه. لكن ليش مولاي لساته عم يحمي لإبراهيم باشا وكأنه ما صار شيء أبدا؟ السلطان طلب مني روح لعنده. قلت بركي بيطلب معلومات أكتر حول المحادثات يلي أراها يا سلطانة، بس للأسف ما طلب شي. لو كان شخص تاني كان طار راسه من زمان، بس للأسف إبراهيم باشا شو ما ساوى السلطان رح يسامحه. مولاي، أنا قضيت هاليومين عم أدرس الموضوع يلي طلبت رأيي فيه ودورت عليه بين كل الكتب، والحل موجود بالقرآن. شو هو؟ بالحقيقة يلي لقيته يا جلالة السلطان انه هالشخص يلي حضرتك اصدرت فرمان بحمايته من نفسك ما بجوز قتله الا بطريقة واحدة يا مولاي. قول عم بسمعك. هذا الكتاب انا اللي فسرته يا جلالة السلطان، يعني عم احاول كمل فيه كل ما لقيت وقت واستشهد باقوال وشروحات الرسول. مولاي، أنا حابب أقرأ لك سورة من كتابنا الكريم القرآن، وهالسورة بتفسر كل شيء. يا
امبارح كنت عند السلطان يا نصوح أفندي. قعدنا وتحدثنا بشكل مطول مثل العادة. هو رجع عم يتعامل معي كصديق، مع أنه بالحقيقة أنا فكرت أني خسرته للسلطان، بس طلعت غلطان. منيح يا باشا، لأنه بعد كل اللي صار أنت كنت بحاجة لثقته. مزبوط مزبوط. خلي الصديق قبل العدو يعرف أنه جلالة السلطان لساته بيوثق فيني واقف جنبي، وقد ما حاول وما حدا فيه يخرب هالعلاقة، لأنه صداقتنا وأخوتنا هي أبدية. مولاي، الآية 42 من سورة الزمر الكريمة بتقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهي آية من آيات القرآن الكريم يلي نحن منؤمن فيه كلياتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه كان كل يوم يردد هذا الدعاء. كان الرسول إذا أوى إلى فراشه دعا ربه قائلا: اللهم باسمك أحيا وأموت، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت يلي سألوه هل أهل الجنة ينامون، قال لهم: لا، النوم هو أخو الموت، والجنة لا موت فيها، أنتم تموتون كما تنامون وأنتم تبعثون أيضا كما تستيقظون. اشرح لي أكثر، ما فهمت. مولاي، النوم مثل الموت. يعني أنا قصدي يا مولاي إنه البني آدم بس يكون نايم فهو مثل الميت وغير مسؤول عن أعماله بالدنيا. يعني يا مولاي هو وقت بيكون نايم ما أنه مسؤول عن أي تصرف أو حدث بصير بالدنيا، وما حدا في يلومه أبدا ولا يتهمه بأي شيء، لأنه الحياة مؤشر الحركة والحركة بتستوجب الصحو. أما الشخص اللي نايم ففينا نعتبره مثل الميت، وبهالطريقة حضرتكم بتكونوا عم تعاقبوا هذا الشخص على عدم صدقه بخدمتكم، وبنفس الوقت حضرتكم ما بتكونوا عم تخالفوا الوعد اللي قطعتوه. لهيك هذا الشخص يلي حضرتكم أصدرتوا فرمان بإرادتكم العظيمة لحمايته المطلقة ما بجوز قتله إلا بالوقت يلي بتكون فيه حضرتك نايم. عفوا حضرة الباشا. اللي يا مصطفى باشا. لطفي باشا، والي الأناضول حابب يشوفكم. وأخيرا خلي يفوت. خلي يجي. أنا بستأذن يا باشا. خليك. حضرة الوزير الأول. لطفي باشا، أهلا وسهلا فيك. ليش ما أجيت مع السلطانة؟ كان في عندي كم شغلة بخصوص الولاية وما حبيت أني أجلهم. ممتاز، إن شاء الله صحتك منيحة. نشكر الله يا باشا، أمورنا كتير منيحة. أهلا وسهلا يا لطفي باشا. شكرا يا نصوح أفندي. تعال نروح لعند مولاي السلطان، هو من زمان عم يسأل عنك. أهلي سلطانة أسماء، نورتي القصر، ألف الحمد لله على السلامة. شكرا يا عفيفة خانم. ما شاء الله، أدي كبرانة يا سلطانة، والله ما عرفت حضرتك بس شفتك. كيف صحتك يا سلطانة؟ إن شاء الله منيحة. منشكر الله يا سنبل، أنتو كيفكن؟ داعين لك بالصحة والسلامة يا سلطانة. سلطانة تفضلي، والدتك عم تستناك جوا. مين حضرتك؟ تفضل. س-
سلطانة. شوفي عفيفة خانم، سلطانة أسمهان وصلت بالسلامة. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك سلطانة. شو كيف كانت سفرتكم؟ عقد ما الطريق كان طويل، حسيت حالي ما رح أوصل. أهلا وسهلا مرجان آغا. نحن بدنا نضل هون فترة. مثل ما بتأمري حضرة السلطانة. عفيفة خانم، مرجان آغا صار له بخدمتي من سنين وبدي تخصصوا له مكان بالحرم لك. مثل ما بتأمري يا سلطانة. شكرا يا حضرة القاضي. فيك تروح هلا. مثل ما بتأمر يا مولاي. إن شاء الله يكون الكلام اللي قلته فاد حضرة جنابك. عفوا مولاي، سامحني كنت مفكر حضرتك لوحدك. إبراهيم. مولاي، لطفي باشا وصل لهون وقال حابب يقابل حضرتك إذا ما عندك مانع. خليه يجي. مولاي. أهلين يا باشا. الحمد لله أنه الله عطاني عمر لحتى قابل حضرتك مرة تانية يا مولاي. كيفك؟ ما التقينا مع بعض من وقت حملة العجم. نشكر الله يا مولاي، داعي لحضرتك على طول بالصحة والسلامة. تعرفوا لأبو السعود أفندي؟ طبعا سمعت باسمه، وأنا بتشرف بمعرفة هيك عالم كبير بدولتنا. وأنا كمان تشرفت بمعرفة حضرتك يا باشا. شو هالجمال هاد يا اسمهان؟ الله يحرسك من عيون كل الناس. هذا من لطفك سلطانة. مريم موجودة هون؟ حابة شوفها كتير. ايه هي بتكون بجناحة، نازلي رافقي السلطانة على جناح مريم. ها؟ هي اجت لحالة. تعالي مريم تعرفي على اسمهان. الناس بيحكوا عنك كتير. والله جد؟ وشو عم يحكوا عني بقى؟ بيحكوا عنك إنك سلطانة كتير حلوة وطلع معهم حق. خصصوا لحضرتك بيت بجنب القصر لتقعد فيه يا لطفي باشا. الله يديمك يا باشا، بس أنا بفضل إنه ضل هون مع مرتي وبنتي. لا والله بدي أعتذر منك، هني مستضيفينهم بالحرم لك. دستور. سلطانة، اليوم المساء حابين نستضيف حضرتك أنت والباشا على الفطور عنا بالقصر. إذا بتشرفونا كتير رح نكون مبسوطين، والسلطان رح يجي كمان. شكراً على الدعوة. من بعد إذنكم. حضرة الباشا. سلطانة. أهلا وسهلا. إذا ما كان في عندك مشكلة أنا حابة ضل قاعدة هون بالقصر. انت ادرى بهالامور يا سلطانه. لكان ان شاء الله المسا بشوفك. مرجان تعال معي. دستور حضره سمو الامير مصطفى. سمو الأمير مصطفى، لو عرفنا أنه حضرتك جاي لهون كنا جهزنا حالنا. ما في داعي يحيى أفندي، مرتك كيف؟ أطمني. والله الخانم ما عم تقدر تتحرك أبداً، بس صحتها منيحة نشكر الله. أنا حابب أني شوفها. طبعاً يا حضرة الأمير، تفضلوا. تفضلوا، أهلا وسهلا. مرحبا، أنا ابنه الكبير للسلطان سليمان. أنا الأمير مصطفى. سمو الأمير مصطفى، سامحني بس أنا لا تتعبي حالك. أنا كنت قريب ف...
فقلت لازم مر واطمن عنك وعن صحتك. زادتنا شرف يا سمو الأمير. طمنيني كيف صحتك؟ أمورك منيحة إن شاء الله؟ نشكر الله يا أمير على كل شيء، والحمد لله أمورنا منيحة، مثل مو شايف كل شيء على حطة إيدك. يا الله على هالزمن كيف بمر. آخر مرة أجيت لهون كان معي إبراهيم باشا، وبتذكر بهداك الوقت كنت لساتني ولد صغير. كيف هلأ إبراهيم باشا؟ صحته منيحة إن شاء الله؟ هو مشغول بأمور الدولة، وأنا كمان ما كتير بشوفه، بس بسمع أخباره والحمد لله منيح ومبسوط مع عائلته. إبراهيم اليوم اللي إجا فيه لهون ما بيروح من بال ابنه. مين كان يقول إنه هالطفل يا أمير مصطفى رح يصير فجأة الصديق المقرب من السلطان والوزير الأعظم للدولة العثمانية؟ شو حبيبتي نور؟ بتحبي تطلعي شوي على الحديقة؟ لكن قلي لي لوين حابة تروحي؟ عند أمي. أمك راحت مشوار بعيد، بس بوعدك يا نور إنه رح يجي يوم وترجعي تشوفيها. شوفي شو عملت لك، عجبتك؟ نحطها بالمي؟ يلا خديها. سلطانة خلص هيك بكفي ديانا، شكرا. شوفي جنان، فاطمة خانهم دفنوها بمقبرة السلطانة حفصة يا سلطانة. الله يرحمه ويغفر له يا رب، إن شاء الله يكون مسواها الجنة. آمين. خلي عيونكم مفتوحة على طول، شفتوا شو صار فينا بسبب هالجاسوسة الخاينة اللي كانت بيناتنا؟ لا تزعلي يا سلطانة، عايشة خانم رح تعودكم بصبي إن شاء الله. إن شاء الله يا ديانا. جنان بدي اياك تضلي مع عايشة على طول، ماشي؟ ما تتركيها لحالها أبدا. لا تاكلي هم سلطانة. مصطفى وينه لهلأ؟ لساته ما رجع من الصيد؟ ما رجع يا سلطانة. كان عزفه على الكمان حلو كتير، بحياتي ما سمعت واحد بيعزف مثله. وعلى فكرة أنا كتير بحب عزفه. إبراهيم كان يعمل من هدول على طول، كان يقول إنه رح يجي يوم ويروح بالقارب لعند أمه، وكان بده ياخدني معه كمان. كان حلمه الوحيد إنه يروح على البلد اللي ولد فيها. مرة راح لهنيك بس للأسف أمه كانت متوفية وما شافها. يا سمو الأمير، خبيت له هي من سنين طويلة، ورح كون ممنونة كتير إذا بتاخدها معك وبتعطيها وقت اللي بتشوفه. إيه طبعا. الله يطول بعمرك يا سمو الأمير وعمر إبراهيم باشا. آمين. الشطورة، هذا القارب يا نور مسحور، بتقلي له لوين بدك تروحي وهو بياخدك. قولي له لوين بدك تروحي. لعند ماما. مثل ما بدك، منروح لعند ماما. ادخل.
كيفك يا ابني؟ سلطانة قلقت عليك كتير، وين كنت؟ سلطانة لا تخافي علي، أنا منيح. مريت على مزرعة ساروهان واطمنت على مرته. كيفها؟ إن شاء الله صحتها منيحة. هي ما بتقدر تتحرك بس وضعها ماشي حاله، ووسطتني سلم عليك كتير. مشكورة. وبعتت هي لإبراهيم باشا. وقال متمنية تشوف إبراهيم باشا قبل ما تموت. كانت تحبه وتعتني فيه كأنه ابنها. الله يعطيها الصحة والعافية. أنا متأكدة إنه الباشا رح ينبسط كتير وقت اللي بيشوف هالهدية. كنت ابن السلطان، بس كانت السعادة بعيدة عني وإحساس الوحدة قاتلني. كنت أقضي كل وقتي بالصيد، دور على طريدة بالغابة، بس ما كنت متوقع أبداً إنه قلبي رح يدلني على الطريدة اللي عم بحلم فيها. ما توقعت إنه الموسيقى رح تاخذني لعندك، وبدل ما أصطاد طريدة حصلت على صديق عمري. كان بالنسبة لإلي أخ، هي كانت جائزتي اللي قدمت لي إياها مانيسا، ومن بعدها تخلصت من الشعور بالوحدة، صار في عندي صديق. أنا أول ما شفتك حسيتك قريب كتير مني، وتغلبت على وحدتي لما لقيتك يا صديقي. حسيت إنه روحي طارت، حلقت مع روحك وخبت أسرار عندك. أحلامي وأحلامك واحد، سهمي استند على أوسك، صرت ترعي وصرت ترعى، صرت تحميني وأنا أحميك. إذا قصدك هلأ تاخد روحي يا صديقي، فأنا من زمان حطيت روحي بطريقك. سمو الأمير أنت منيح؟ سمو الأمير؟ بركلي، أنا مديون لك بروحي، طلب مني شو ما بدك. سمو الأمير، أنا روحي فيض حضرتكم. مولاي، كتير انبسطت بجيتك لعنا، شرفت القصر. بيان، ليش لسه ما اجت؟ صحيح ما في خبر منها؟ هاليومين بتجي، انا عن جد اشتقت لها. من اليوم انت بالنسبة الي السلطان بس.
يعني ما عدت أخي أبدا. من هون ورايح أنت مو من عائلتي. فعلا يا خديجة الأكل كتير طيب. هيام خلينا نروح. أنا جاهزة مولاي السلطان. مولاي خليك عنا كمان شوي. بيجي مرة تانية. كمان نحن رح نروح. شهرزاد خليكي جناحك جاهز. هالليلة رح استضيفك أنت والباشا عندي بالقصر. طيب ماشي. شوفي يا سليمان، أنت مريض؟ ما كنت منيح على السفرة، وضعك كتير مخوفني. لا تخافي هيام، ما فيني شي. أكيد إبراهيم باشا هو اللي زعجك. أنا كمان شفت وشه كيف كان عم يضحك وكيف الغرور عم ينقط منه. ما بعرف كيف عم تتصرف معه بهالطريقة رغم كل المشاكل الكبيرة اللي مرت على راسنا بسببه. هيام روحي على جناحك. ما شاء الله، والله إبراهيم باشا مثل ما عم يحكوا عنه بالضبط، عايش بقصر مثل قصر السلطان. ما شاء الله، وعنده ثروة كبيرة كمان. ما شاء الله، ومستولي على كل أملاك اسكندر شلبي بعد ما مات، وكمان عم يجي هدايا كتيرة. اصحك هالحكي تقوله هون وهون يا باشا. لا تاكلي هم يا سلطانة، أنا بعرف منيح قدام مين بالضبط بينقال هالحكي. وخليك على طول بجنب جلالة السلطان. أنت لازم تفوت على الديوان، لأنه أنا مو حابة أرجع على قونيا بنوب. هالشي اللي عم تقوليه مستحيل يصير طالما إبراهيم باشا موجود، لأنه سألني إمتى بدنا نرجع من أول ما وصلت وحطيت رجلي بالقصر. انت خلي هالشي علي. فعلا إبراهيم باشا موصل للذروة، بس للأسف ما بيعرف انه الوزير الأول ملازم يكون قريب كل هالقد من السلطان، وملازم يشوف حاله قدام أركان الدولة ويحسسهم بعظمته. وإذا كان جلالة السلطان قريب كتير من الوزير الأعظم لدرجة إنه بيجي زيارات على قصره وبيتمشى بحديته كمان، رح يكون مثل الشوكة اللي عم تنخز كل الناس، وهالشي خطر. بكرة منشوف لإمتى هالوضع بده يستمر هيك يا شهرزاد.